أعظم مسار فقرية الميدان الملي هنا ببطولة الكريم هنا برعاية وتنظيم فريق كبيرة هنا بملعب المباراة انتظر لا 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 بالخمسة لا مبنوع بالخمسة لا مرفوع إذا يقولونها أرحم عزيز قوم ذا أربعة لا يبيا أربعة زيرو هو العنوان الأكيد في رقم المباراة مساء الخير عليكم متابعينا ورمضان كريم عليكم وين ما كنتوا. اليوم خلصت المباراة بين فريقي الصوتيات وفريق الإلكترونيات بفوز فريق الصوتيات بنتيجة 6-1 على فريق الإلكترونيات. ألف مبروك للفريق ونحب نسمع كلمة من عندهم بهاي المباراة الرائعة والكبيرة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نشكر الجهود اللي نظمت هاي البطولة الرمضانية وأشكر فريقي وكل من تعاون وياي. قدمنا مجهود كبير فزنا 6-1 إن شاء الله منافسين على البطولة وإن شاء الله الكاس لنا. وأرجع وأقول أشكر كل من ساهم بهاي البطولة المحبية والقادم الأفضل إن شاء الله، وأقول لك إن شاء الله ننافس على البطولة إن شاء الله. وألف مبروك لكم وإن شاء الله المزيد من التقدم والنتائج الطيبة بالمباراة القادمة. إذن نشكر فريق الصوتيات على المشاركة الكبيرة اليوم وإن شاء الله انتظرونا غدا الساعة 10 مباراة جديدة على ملعب نادي بلادي. انتظرونا.